يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. موسى عليه الصلاة والسلام كلم ربه سبحانه وتعالى وهو كليم الله، لما تلذذ بالكلام تشوق موسى عليه السلام إلى رؤية الله حبا وشوقا، فقال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر. قال الله جل في علاه: لن تراني يا موسى، أنت خلق من خلق الله يا موسى، لن تثبت لرؤية الله يا موسى، لن تراني يا موسى، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل يا موسى، وجه بصرك نحو ذلك الجبل الشامخ الثابت يا موسى، وجه بصرك يا موسى للصخور المتراكبة للحجارة المترابطة يا موسى، صوب بصرك نحو الجبل، فإن استقر الجبل في مكانه فسوف تراه، إذا بالصخور العظيمة تتدحرج وإذا بالحجارة تضطرب، خار الجبل، خار الجبل، خار الجبل، خار الجبل، وخارت قواه، أصوات مدوية وغبار يتصاعد ودك الجبل، وموسى ينظر إلى هذا المنظر فلم يتمالك نفسه عليه السلام، فخر موسى وصعق وسقط على الأرض، وبعدها أفاق وهو يقول: سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، العظمة لله والسجود لله والكبرياء لله، تلك الجبال راسيات شوامخ لا يمحي، تلك البحار الطاميات بقلبها، هذا الجبل الشامخ الأشم صاحب الصخور العظيمة والحجارة المتراكبة بعضها فوق بعض، يسجد تعظيما لله، يسجد الجبل تعظيما لله، وبعض الناس لا يسجد لله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الجبال تخشع والجبال تتصدع من ذكر الله، وبعض الناس لا يخشع ولا يتصدع قلبه من ذكر الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. I am not.
هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي